يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المخدرات لها حد في الشرع وهل تقاس على الخمر في إقامة الحد؟ هي أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر لأنها تفسد الجسم والعقل، الخمر تفسد العقل وفيها مرض أيضا للجسم، لكن أخف من المخدرات والعياذ بالله. المخدرات تفسد الجسم نهائيا، تسلب الغيرة من الإنسان حتى يصبح كالحيوان. نعم، ويصاب بإدمان لا يصبر عنها أبدا، ولو يبيع عرضه ولو يبيع دينه يحصل المخدرات بعدها، أنه ما يصبر عنها ولا يعيش بدونها والعياذ بالله. نعم.